سؤال خامس سيدي، إلقاء الحجة على الكفار باعتناق الإسلام شرط في الجهاد الهجومي، شرط في الجهاد الهجومي أم في الدفاعي؟ وهل فعل ذلك السيد مقتدى الصدر إن كانت الثاني؟ إن كانت الثاني، أنا قبل اللي صار في النجف الأشرف وفي باقي المحافظات وإنما كان دفاعا عن النفس، لكن هذا اللي يشترط فيه أنه تدعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا للإسلام فعليك أن تستعمل معهم السلم، وإن شنو لم يدخلوا إلى الإسلام عليك بالحرب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وكذا كذا من الذين قاموا بالجهاد الفعلي لو صح التعبير قاموا به. سبحان الله، أنا سويته بصورة أو بأخرى، لكن ما صار الدفاع الهجومي، سويته على الموجودين الذين هم هاجمين. أصلا لا يتصور دفاع هجومي على المحتل اللي في داخل البلد لأنه هو الهاجم. شوف، دفاع هجومي ودفاع أو موشي، أن في الجهاد طرفين بعضهم يحارب بعضهم، إذا كان أحدهما هجومي فالآخر شنو؟ دفاع. فالمحتل لابد أن يكون هجوميا، لا يتصور فيه أن يكون دفاعيا، لأنه هو جاي من بعد آلاف الكيلومترات، هاي شو يسموه؟ جاي يدافع عن نفسه، إذا جاي هاجم، إذا الطرف الثاني بدأ دفاع دفاعي، هو أوتوماتيكيا بعد. لكن مع ذلك أنا وجهت رسالة إليهم ودعوتهم للإسلام، وفي خطبة أيضا دعوتهم للإسلام، أنه قيل والله العالم أنه استجاب بعضهم، لكن الشيء النادر النادر. حبيبي عبون عقولهم 24 ساعة دق بالمحرمات مو بس هذا، يا ريت المحرمات وبس، تشويه سمعة الإسلام وتشويه سمعة قادته ومراجعة وكذا وإرهاب وكذا إلى آخره، غير هاي الأمور اللي سمعوها عننا تفتتنا وتفككنا وكذا وكذا إلى آخره. إذا الشرط سيدي في الهجومي أم في الدفاع؟ في الهجوم. الشرط في الهجوم. في الهجوم. ومع ذلك أنت عندما يهجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدينة تدخلون الإسلام؟ يقولوا لا. يهجم. قالوا لي ألقوا إليهم السيف. نعم. إذن رغم أنه هو في الهجوم لكنك أنت أيضا ألقيت الحجة ودعوتهم. ودعوتهم. إذن هذا تنزلا من سماحتكم سيدنا.